السلام عليكم، انا طلاب قاعد معكم حسن. ورجعت لكم في مقطع جديد، وهذا فيديو اثاث ماينكرافتي من سلسلة اثاث ماينكرافتي. الحين بنسوي الكامب فاير، بس حقت البيوت، يعني هذه الاشياء حقت البيوت تجي الحين بحطها. وفي كامب فاير جديدة في ماينكرافت، بس هذه كان فاير حق البيوت الحين بحطها، بس تحتاجوا هذه الاشياء: سموث ستون سلاب، ونذر بروك ستيرز، وستون ستيرز، ونذر روك، وفلينت اند ستيل، وكوارتز. والحين اول شيء تسووا اربعة وتخلوه ثمانية. تحسب هذا: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، وترفعوا كامل. هذا كشكل، يعني ممكن تسووه بس على الشكل هذا مثلا إذا تبوا. وهنا بحط ثلاثة وثلاثة، لازم تحفروا هذا تحطوا فيه نذر روك، تشيلوا تحطوا هذا، تشيلوا ما تشيلوا شيء، بس حطوا هذا وهذا وهذا وهذا. ممكن تحطوا هذا كذا كذا كذا. والحين بتحطوا هذا، وصار كامبفاير جميل. حطوا لايك الحين اذا ما حطيتوا لايك، لا تنسوا اللايك. واذا ما مشترك اشترك الحين وفعل زر التنبيهات. وهذا الكامب فاير، مو الكامب فاير حق النار، وقت المدفع، المدفع اسمه المدفع. ايش هذا الشيء؟ كأنه زي الشيء ازرق، اتوقع هذا ماينكرافت جوال كذا. في اي ماينكرافت هذه تستوي، في الاكس بوكس، في البي سي، في ماينكرافت الجوال، في ماينكرافت بلاي ستيشن. يلا ننتقل للشيء اللي بعده. في شيء بعد هنا كذا كذا، تحطوه كذا، تحطه على كل واحدة وزي العدلة. والحين نحتاج نفس الأشياء، نسوي هنا الأرضية. آخر تحديث أتوقع هو تحديث النحل. ونجيب الحين هوني بلوك، ونحط وهذا رسبون إذا أنت في سير ولا سينجل ولا مع واحد كذا رسبون. تقدر تحط كذا أشياء يعني. إذا وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوا لايك وسبسكرايب. مع السلامة.